طريقة بغداد زين قصير لا يقولوا لك إنه بدنا نقطع شجر الليمون لأنه ليموناتك بشكله خطر على أمن ابن 66 وزير الأمن تبعهم اللي ساكنة بالك. عندك قضايا زي قضيتي لأنه شوفي مش هواي لمحامي من عنا يرافع قضية ضد الجيش عنا أمل؟ أين منوس من لدخوت את העתירה ולהורות על עקירת העצים בהקדם האפשרי. مش رح أخليني يقص شجراتي إذا منروح محكمة العدل الوالية.